خلينا نفوت من هون على الباب الفوقاني لجنينة بيت زياكيل. من عيوني. نعم، شو عم يصير؟ بنت مالك بيك صارت مثلك يا فيروز خانم. عن شو عم تحكي؟ اليوم تأكدت مرة تانية قد أنا بكرهك وبكره وجودك بحياتي. سمر، ما بتتخيل قد ايه كرهاني حالي لأني بنت بيك. أنت منيحة؟ أنا منيحة وسمر منيحة كمان. خلينا نطلع، عدنان إجا بيبقى مع الأولاد. بيصير، بس بركي حابب يحكي معك. لا لا، خلينا نطلع. طيب، مثل ما بدك. نحن طالعين يا مراد، وشكراً كتير لضيافتك إلنا. أهلا وسهلا فيكم.